بهذا الفيديو رح نحكي عن أهم سؤال لازم تسأله لحالك إذا بدك تعرف شو هو شغفك بالحياة والإشي اللي أنت عن جدك تعمله بالحياة. إذا حابين تعرفوا شو هذا السؤال خليكم معاي لآخر الفيديو. مرحبا، يعطيكم العافية، أنا رند. قبل نبلش بالفيديو ونحكي عن السؤال هذا، أذكركم أنه تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله. هلأ خلونا نبلش بالفيديو. هذا الفيديو اليوم رح يكون من مقال لمارك مانسون اسمها The Most Important Question of Your Life. حبيت أحكي عنه بفيديو كامل لأنه كتير عجبني، حسيت أنه كتير معه حق بهذا السؤال وبهذا المقال كله. المقال حط لكم إياه بصندوق الوصف، وهلأ رح أحكي لكم عنه. مارك مانسون بحكي لنا أنه لما نسأل أي شخص شو هدفك بالحياة أو شو بدك من الحياة بقول لك بدي أكون سعيد، وكل الناس تتخيل أنه الحياة وردية. بينما مارك مانسون بيقترح علينا أنه نسأل حالنا أو نسأل بعض سؤال مش شو بدك من الحياة أو شو هدفك من الحياة، لا، نسأل حالنا سؤال شو هي نوعية الألم اللي بدك إياها بحياتك، أو شو هو الإشي اللي أنت مستعد أنك تتعب وتتغلب عشانه. لأنه إحنا دائما نتخيل أنه الحياة وردية وبدنا نكون سعيدين والإشي اللي بدنا نوصل له رح يكون إشي جميل ورائع، بننسى أنه كل إشي بالحياة له سلبياته. فسؤال منطقي أكثر من أنه نسأل حالنا وين بدنا نوصل، نسأل حالنا شو مستعدين نعمل أو شو التعب أو الألم نوعيته اللي مستعدين نعمله عشان نوصل لهذا الإشي. كل إشي بدنا نعمله إلى إيجابيات وسلبيات، وكل واحد فينا مستعد أو عنده استعداد لنوعية تعب معينة ممكن إنه هو يتحملها. مثلا اللي بده يكون مهندس مواقع مستعد يتحمل الشغل تحت الشمس والتعب تحت الشمس. اللي بده يكون مثلا محاسب بده يعرف إنه هو عنده مثلا بآخر السنة أو بآخر الشهر أوقات بده يتأخر فيها كتير عشان يعمل كلوزينج ويخلص حساباته وقصص المحاسبين هاي. اللي بده يكون طبيب بده يعرف إنه هو بده يكون دوامه مش منتظم ويداوم شفتات مختلفة، وأحيانا يداوم بالليل وأحيانا يداوم الصبح. بده يكون ممرض نفس الإشي. فكل إشي إحنا بنختاره فيه نوع من أنواع الغلبة. فبدال ما نسأل ونضلنا نركز على الصورة الإشي الإيجابي من كل إشي وبعديها ننصدم بالسلبيات، لازم نسأل حالنا شو نوعية التعب أو الألم اللي إحنا مستعدين نتحملها عشان هذا الإشي. فإذا أنت إلك فترة عم بتحاول توصل لإشي معين وما عم توصل له، يمكن لأنك أنت بس عم تحلم بالنتيجة الإيجابية تبعت هذا الإشي. بدي لقب طبيب بس أنا مش مستعد أسهر وأشتغل شفتات وأشتغل دوام طويل. بدي لقب مهندس بس مش مستعد اشتغل تحت الشمس وبتضايق. لو بدك تكون مثلا فنان او يوتيوبر او شخص مشهور بدك تتحمل كلام الناس على حساب هذا الاشي اللي انت عم تعمله. فكل جانب له سلبيته، لانه الناس اللي واصلين للاشياء الايجابية هم الناس اللي تعبوا عشانها. الناس اللي واصلين لمكانات عالية بوظائفهم هذا لانهم سهروا تعبوا وتأخروا اكتر من غيرهم وبذلوا مجهود اكتر من غيرهم من الموظفين التانيين. الناس اللي بتتعب وبتعرق بالنادي هم اكتر ناس عندهم اجسام حلوة لانهم عم يتعبوا وعم يعرقوا عشان يوصلوا لها. الناس دايما بدها الاشياء الايجابية من وظيفة معينة، يعني بدهم اللقب والراتب والمكانة والوجاهة قدام الناس وبينسوا التعب اللي بياخده عشان يوصل لهذا الوظيفة. ناس بدها علاقة مثالية، مثلا علاقة زوجية مثالية لأنه بدهم ياخدوا بينسوا قديش هم لازم يعطوا عشان يكونوا بهاي العلاقة الزوجية الناجحة. الناس بدها جسم حلو بس بينسوا قديش هذا الجسم الحلو بده تعب وعرق بالنادي وبده الواحد ياكل اكل صحي ويبعد عن المأكولات المش صحيه، وهذا اشي صعب. دائما الناس بتركز على النتيجه وبتنسى قديش كل اشي بده شغل وتعب. فبدال ما نضلنا نركز على النتيجه ونحلم فيها، لازم نسال حالنا السؤال اللي هو اهم سؤال بالنسبه لمارك مانسون، شو هو نوعيه الالم اللي انا مستعد اتحمله وشو هو الاشي اللي انا مستعد اني اتغلب عشانه. وهذا الاشي بيختلف لكل واحد فينا. وكمان بقول لك مارك مانسون انه اذا في لك فتره عم بتحاول تشتغل على اشي ما وصلت له، اسال حالك هل انت فعلا بدك هذا الاشي. فالا اذا انت بدك الالم قبل ما يكون بدك النتيجة الإيجابية والصورة الوردية، معناها أنت فعلياً ما بدك هذا الإشي. لازم دائماً نعرف أنه if there's no pain, there's no gain. إذا ما نعطي شوية وجع، إذا ما منتعب على الإشي، ما منكسب منه زي ما إحنا بدنا. دائماً السعادة تأخذ منا نوع من أنواع المعاناة. لازم نتعب عشان نسعد ونوصل لإشي معين، ولازم دايما نستوعب الجوانب السلبية بكل إشي قبل ما نستوعب الجوانب الإيجابية منه. لأنه الإيجابي سهل، كلنا بنحب الإيجابي وسهل نتعود عليه، بس الجانب السلبي من كل إشي هو الجانب اللي صعب إنه إحنا نحبه. فلا لازم ندور على الجانب السلبي من كل شغلة ونحبها، وهون بنعرف إنه هو هذا الإشي اللي إحنا لازم نعمله. كتير أنا عجبتني هاي المقالة، زي ما قلت لكم حتلاقوها بصندوق الوصف إذا حابين تقرأوها كاملة. هل بتوافقوا مارك مانسون
بهذا السؤال؟ هل بتحسوا كلامه منطقي؟ شو رأيكم بهذا الموضوع؟ قولي بالتعليقات تحت وخلينا كلنا ندردش. إذا حبيتوا هذا الفيديو عملوا له لايك عشان أعرف إنكم أنتم حبيتوه، وعملوا له شير إذا بتحسوا في حدا حيستفيد منه، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب، وبشوفكم المرة الجاي. باي.